موضوع يهم الكثير من الرجال والكثير من النساء طبعا. في غرفة واحدة وفي وقت واحد قد يرغب الرجال في تشغيل مكيف الهواء، بينما تفضل النساء بالطبع تشغيل نظام التدفئة. بالحقيقة خلاف المكيف خلاف رائج بين الزوج والزوجة، وأيضا حتى بين الزملاء والزميلات الأشقاء والشقيقات، لكن يبدو أن العلم وأخيرا فكسر هذا اللغز. الأمر طبيعي مشاهدينا، خاصة لو عرفتم أن هناك فروقات في جسم المرأة والرجل وتشكل سببا رئيسيا في الشعور ببرودة المكيف أو بحرارته. تابعوا معنا الموضوع في هذا الصباح. سألنا الناس في الأردن، هل تواجه أو تواجهين مشاكل مع زوجك أو زوجتك بسبب حرارة المكيف؟ دعونا نستمع لما قالوه. أكيد يعني بهذا الموسم، يعني الموسم الحار، وجود العسرة يعني داخل البيت أكيد بيحصل احتكاكات بخصوص موضوع الحرارة ودرجة الحرارة، وهذا مرتبط أكيد بالتكييف بوسائل التبريد المنزلية. والله بنتهاوش أنا والأولاد، عندي البنات بيقولوا هاي غرفتنا بدنا ننام فيها، وإحنا يطرونا على المراوح، ذبحنا المراوح كسرنا، أما البنات والأولاد هم مكيفين. بتصير على ارتفاع، اوقات الاولاد بيلعبوا فيه، اللي بده يعلي يبرد بزياده، اللي بده يوطيه يعني لانه صارت تكييفه زياده ومصروف الكهرباء. هي مش طواش جدل يعني، مزبوط بتصير يعني كان بالبيت ولا بالدوام يعني، بس بالاخر شيء بتنحل يعني خلاص، بنلاقي درجه الحراره المناسبه للكل وتنحط. معتادة دائما ما بين أكيد. الأزواج هذا الخلاف الدائم صح، لدرجة أنه في بيتنا انتهى فينا المطاف بأنه المكيف شغال والتدفئة شغالة في ذات الوقت، وفي إلنا حتى بنقعد بنمزح بأنه في إلنا باسمنا خرم في الأوزون بس لعائلتنا. لا نحن مصير منشغل المكيف على يعني على الحرارة المطلوبة، واللي بردان خلص بيستخدم يعني بطانية أو بالجاكيت أو بيدبر حاله. عن جد فعلا معضلة كبيرة، ولكن الحمد لله العلم حل هذا اللغز. خلونا نروح مباشرة مشاهدينا لاختصاصي في الطب الباطني الدكتور محمد السيد اللي ينضم إلينا عبر سكايب من دبي. أهلا بك دكتور محمد. دكتور يعني المنطق بيقول إنه في اختلافات أو فروقات فسيولوجية هرمونية، ويعني في بنية الجسد ما بين الرجل والمرأة يمكن هي السبب الرئيسي في ذلك، خلينا نفصلهم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير. فعلا زي حضرتك ما قلتي مبدئيا كده، إن هو في يعني في تغير ما بين يعني الرجالة والسيدات. رقم واحد في تقلبات وتغيرات هرمونية، يعني مثلا عند السيدات في مثلا في الدورة الشهرية أو البريود بيبقى في بعض الهرمونات بتزود ممكن درجة الحرارة أو ممكن تخلي الجسم مش بيتحكم في درجة الحرارة. برضو أثناء انقطاع الطمث أو المينوبوز نفس القصة، بيبقى في عدم انتظام في تظبيط درجة حرارة الجسم. الشيء الثاني برضو اللي هو تكوين الجسم، يعني بالنسبة للرجالة الكتلة العضلية دي بتبقى أكتر تمام، والكتلة العضلية بتنتج درجة حرارة أكبر. خلاف السيدات النساء يعني بيبقى الكتلة الدهنية أكبر، فدرجة يعني إنتاج الحرارة الطاقة يعني بتبقى أقل، عشان كده بتلاقيهم مثلا بيشعروا بالبرودة أكتر من الرجالة. الحاجة الأخيرة العامل الأخير إن هو معدل الأيض اللي هو بيتقال عليه الميتابوليزم، الحرق ده يعني. الميتابوليزم ده بيبقى زيادة أكتر في الرجالة، غير السيدات بيبقى معدل الميتابوليزم أقل، وطبعا معدل الميتابوليزم ده بيبقى عامل إن هو يزود الحرارة بتاعت الجسم. نعم. طيب دكتور، طبعا الخلاف بالعادة دائما أنه السيدة تريد جعل درجة حرارة المكيف منخفضة أو بالعكس دافئة، والرجل دائما يشعر بالحر، لكن في بعض الأحيان يكون السيناريو مقلوب. هل يجب أن نقلق في حال كان الوضع معكوس في هذه الحالة؟ هل يعني ممكن هذا يكون مؤشر على مشاكل مثلا؟ والله هو ممكن إذا كان الوضع معكوس في حاجة من اتنين، ممكن يكون في حاجة صحية
يعني مثلا في ممكن يكون في بعض اضطرابات الغده الدرقيه مثلا، ده حاجه مرضيه اضطرابات الغده الدرقيه، وده مشهور عند السيدات اكتر من الرجاله. ممكن يكون في مثلا في افراط او زياده في نشاط الغده الدرقيه، فاذا في نشاط في زياده الغده الدرقيه ده بيزود درجه الحراره، فالموضوع هينعكس. تمام، ده عامل. مثلا العامل الثاني ممكن مثلا اذا في حد عنده توتر زياده، الواحد اللي بيبقى مثلا متوتر او عصبي نيرفس وكده، ده بيزود انتاج الحراره. تمام، بيزود معدل الميتابوليزم. فهو هو دي الحاجتين اللي ممكن ان احنا نقلق منهم. الحاجه اللي بعد كده يعني، بس دي بتبقى للاثنين يعني للرجاله والسيدات، ان لو في مثلا اي التهاب او اي عدوى دي بالتبعيه بترفع درجه حراره الجسم. طيب لو حكينا دكتور محمد عن درجه حراره الجسم، معروف بانه درجه حراره الجسم الطبيعيه للانسان البشري هي 36.5 ل 37 كحد اقصى، هل درجه حراره جسم النساء يعني الطبيعيه تختلف ولو بدرجات قليله او بكسور عن درجه حراره جسم الرجل؟ هو فعلا حضرتك زي ما قلتي ان درجه الحراره اللي هي العاديه من 36.5 الى 37.2، لكن في بعض الاحيان عند السيدات ممكن درجه الحراره تزيد نص درجه او درجه زياده. ده امتى بيحصل؟ في بيبقى في النصف الثاني من الدوره الشهريه. تمام، بيطلع فيه هرمون بعد خروج البويضه اسمه البروجسترون. الهرمون ده بيزود، ممكن يزود درجة الحرارة يعني من نص إلى درجة مئوية، لأن هو بيطلع بالضبط على المنظم اللي احنا بنقول عليه الترموستات بتاع تظبيط درجة حرارة الجسم، حاجة اسمها الهايبوثالاموس، بيروح على المكان ده بيقول له خلاص احنا هنزود نص درجة أو كده. لأن وبرضه في نفس الوقت البروجسترون ده بيعلل المعدل الأيض اللي هو الميتابوليزم، فالعاملين بيخلوا درجة الحرارة تزيد في الوقت ده بالتحديد من الدورة الشهرية. طب دكتور، العلم يفسر لنا الاختلافات بين درجات حرارة المرأة والرجل، لكن هل هناك تفسير لصراع المكيف أيضا؟ هل هناك تأثير للعمر؟ يعني لو ما حكينا رجال ونساء، هل العمر هو كمان عامل بدرجة حرارة الجسم؟ طبعا مع العمر طبعا بتختلف الكتلة العضلية وتوزيع الدهون ونسبة الماء بالنسبة، يعني مع العمر بيبقى فيه اختلاف يعني توزيع الكتلة العضلية وتوزيع الدهون وتوزيع نسبة الماء. فيعني هقولها مثلا ببساطة، ان مثلا الدهون بالرغم ان هي عازل للحرارة، يعني مثلا دايما نقول ان مثلا لو واحد عنده نسبة دهون بيعزل الحرارة، بس في نفس الوقت الدهون مش بتولد كمية طاقة او حرارة، فبالتبعيه هي لو حسبنا المعادله بنلاقي ان اللي في الاخر ان بنشعر بالبروده اكتر، عشان كده السيدات بتحصل كده يعني بتحس بالبروده اكتر. نفس الكلام برضو عشان كده مع السن ومع تقدم العمر يعني اللي هو التغيير في الكتله ما بين الكتله وترتيب الماء والعضلات والدهون بيساعد في نفس يعني نفس الكلام. يعني هو انتهى وقتنا، بس أنا حابة أسألك سؤال ما بين الطب وما بين علم حل المشاكل ما بين الأزواج، طب شو بنعمل؟ اتفضل. شو بنعمل؟ كيف نحل المعضلة؟ أنا عندي حل. أيوة. دلوقتي هو الراجل عايز يشغل المكيف والست عايزة تطفي المكيف. تمام؟ فإحنا الحل الوحيد نعصبها، لو عصبناها التوتر حيزيد، يزيد درجة الحرارة، نبقى إحنا متعادلين. لا، هذا علم وفن زيادة المشاكل ما بين الأزواج، مش حلها. رح تخلق مشكلة تانية ما لها علاقة بمشكلة المكيف، فبتنسى موضوع المكيف. أيوة، لا فعلا هاي استراتيجية ممتازة. على فكرة، على كل حال شكرا جزيلا لك دكتور محمد السيد، اختصاصي في الطب الباطني. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا، سلام. هم صار عندك مشاكل ويا الشركة على مود التكييف؟ أكيد لازم، يعني 24 ساعة برا بالحرف فنرجع لازم نريد التوريد. هي الطفوية بس أنا ألزمها واحدة خليها فتحة لمدة شغل التوريد. إحنا العراقيين تعلمنا على هذا الوضع، فشي طبيعي صار بالنسبة إن الحرارة والجو هاي. أكيد تسبب مشاكل، إذا الجو حار راح يكون إنسان عصبي، بس إذا الجو بارد راح يكون لا ريلاكس وهادئ. والله إحنا دائما مشاكل أنا وزوجي على شغلة المكيف، يعني هو من النوع اللي يبرد بسرعة، من النوع اللي يتمرض بسرعة، أنا لا. مع لا عندي شريكة ولا عندي حبيب ولا عندي شيء، بس عند أمي. ها؟ أنا شغل مكيف يطفي، أنا شغل مكيف يطفي، والله مرضتني. ها؟
احيانا تمرض من وراه. يا اخي ابتلشت مع المكيف، ان حطيته على البارد برد وان قفلته حر. لا تخاف ترى انا جاي اساعدك. درجه الحراره المناسبه للنوم بين 16 و 25 والافضل تخليها في النص على 18. واذا ما تقدر تتحكم بدرجه الحراره بتنام في غرفه فيها مراوح مثلا، فلبس ملابس خفيفه او خذ دش حار قبل النوم بساعه الى ساعتين، لانه جسمك يبدا يبرد نفسه ذاتيا فتنام في درجه حراره مناسبه.